هو الأيقونة عندما تجد طريقاً للنجاح، الموهبة الفطرية والتوفيق الإلهي، صانع بهجة المصريين في السنوات الأخيرة، الفرعون المصري محمد صلاح. الشاب القادم من طنطا، صغير السن كبير الطموح، بدأ حياته الكروية عام 2006 في دوري المدارس لاختيار المواهب الجديدة، ثم انتقل لنادي المقاولون العرب وكان عمره 14 سنة، وأصبح لاعب أساسي في الفريق عام 2010 وسجل أول أهدافه أمام النادي الأهلي. مفيش رايعة ولا صفارة، ومحمد صلاح في مكان خطير، وهدف، هدف لمصلحة المقاولون العرب. بعدها كان صلاح على وشك الانضمام لنادي الزمالك المصري، لكن رئيس النادي آنذاك السيد ممدوح عباس رفض متعللاً بصغر سنه. بعدها انتقل صلاح لبازل السويسري، ثم تشيلسي، وبعده نادي روما الإيطالي، وأخيراً إلى ليفربول، وهو واحد من أهم اللاعبين العرب والأفارقة في الدوري الإنجليزي، وهو بالطبع الأغلى أيضاً عبر التاريخ، حيث كلف انتقاله كجناح لليفربول خزانة النادي 42 مليون يورو، وهو بذلك أغلى لاعب في تاريخ النادي. وبالتوازي مع هذه التحركات والانتقالات بين أهم الأندية الأوروبية، شارك محمد صلاح مع منتخب مصر في 56 مباراة دولية أحرز فيها 32 هدف، ليحتل المركز الخامس بين قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني. وبفضل تطوره المستمر، وهو لاعب الشهر لأكثر من مرة في الدوري الإنجليزي، كذلك حصل على جائزة أحسن لاعب من هيئة بي بي سي، وأخيراً وفي حفل أسطوري وبعد منافسة شرسة مع أفضل لاعبي بريطانيا، فاز الفرعون المصري بجائزة لاعب العام في إنجلترا لموسم 2017-2018. جاءت الأقدار أن تجعل أبو مكة أيقونة هذا الجيل، فهو المتطور دائماً الراكب كالصاروخ إلى السماء، ولا زالت تطلعات المصريين فيه كبيرة.